يا ترى ايه هي وصية المخرج الكبير يوسف شاهين الغريبة اللي وصاها للمخرج خالد يوسف قبل ما يموت؟ وليه خالد يوسف ما قدرش ينفذها بسبب رفض الامن المصري وقالوا ان ده هيسبب قلق كبير في البلد؟ كشف المخرج الشهير خالد يوسف خلال تصريحات على قناة سكاي نيوز عربية له عن اغرب قصة حصلت بينه وبين المخرج الكبير يوسف شاهين، وقال: كنت قاعد مع الاستاذ يوسف شاهين وفجأة قال لي: ولا انا لما اموت لازم تعمل لي العزا بتاعي في جامع عمر مكرم وتشغل الشيخ محمد رفعت، ده المشهد اللي عايزه يكون في جنازتي. خالد يوسف استغرب جدا من الكلام ده وضحك وقال له: ماشي، بس انا هشهد عليك عيلتك. وفي تاني يوم رحت الاولاد شقيقته الاستاذ يوسف وجابي ومريان خوري، وكانوا هما الورثة، وفي حضوره قلت لهم على اللي قالهولي بالحرف وسألتهم عن رأيهم وقالوا لي: احنا ما عندناش مشكلة انت تعمل عزا في الجامع واحنا نعمل عزا في الكنيسة. وبيحكي انه ما كانش حد هيصدق الكلام ده وممكن يقولوا اني بدعي، لكن عيلة المخرج يوسف شاهين موجودة وتقدر تأكد الكلام ده. وفي يوم وفاة يوسف شاهين افتكر خالد يوسف الوصية وقعد مع جابي ومريان علشان ينفذوا وصيته، واتصل خالد يوسف عشان يحجز القاعة اللي هيتعمل فيها العزا في مسجد عمر مكرم، لكن المسؤولين هناك قالوا له انه لا يمكن ان يقام ليوسف شاهين عزاء في الجامع لحد ما يبلغوا طبعا الجهات الامنية، لان يوسف شاهين شخصية معروفة في العالم كله، وكونه مسيحي يتعمل له عزاء في مسجد لازم يبقى بقرار الجهات الامنية. وطلبوا من خالد يوسف الاتصال بشخص ما في وزارة الداخلية، واللي قال له ان اللي عايز يعمله ده هيسبب مشاكل، وطبعا رفض الامن اقامة العزاء. وبعدها اتكلم مع اسرة يوسف شاهين تاني علشان يفكروا هيعملوا ايه في الجنازة، ويا ترى كان يوسف شاهين هيقول ايه في الموقف ده. وفكر خالد يوسف انه يعمل العزاء في استوديو النحاس واللي انطلق منه يوسف شاهين في بدايته، وده بالفعل اللي عملوه، وحطوا شاشات في الاستوديو تذيع لقطات من افلامه، وكان طقس العزاء كله بهجة أكتر منه عزاء، وده على حسب كلام خالد يوسف. وفي النهاية تفتكروا ليه يوسف شاهين كان عايز يتعمل له عزاء في مسجد وعلى صوت القرآن بالرغم إنه كان مسيحي؟